ولمناقشة سياسة اغتيال الناشطين في العراق بعد أن أصبحت ظاهرة تتكرر في الأيام الماضية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أنقرة الناشط السياسي العراقي سامر الساعدي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أستاذنا وبمتابعيكم الكرام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. من جديد عادت ظاهرة الاغتيالات بعد اغتيال بعض المسلحين للناشط هشام المشهداني رئيس تجمع شباب الطرمية الإغاثي. بداية، من يقف وراء هذه الاغتيالات والتي تتكرر بشكل واضح؟ نعم، في البداية مساء الخير عليك وعلى كادر قناتكم المحترمة وعلى كل متابعيكم. حقيقة هذا المسلسل الدموي ما أعتقد راح ينتهي، لأن اللي ماسكين زمام هذه الملفات التحقيق وجرائم وهذه الجرائم هم أحزاب السلطة. ثلاث شقوق في هذه قضايا الاغتيالات غائبة، ألا وهي الشق الأول الشق التحقيقي في هذه الجرائم، يعني مكاتب مكافحة الجرائم ما لها دور. الشق الثاني والأهم اللي يربط اللي هو الوسطي الادعاء العام، كذلك هذا غائب عن الوعي جدا منتهي. الشق الثالث القضاء. حقيقة هذول ثلاث أقسام أو خلينا نسميهم جوانب، هذول كلهم مرتبطين بأحزاب السلطة. طيب، منو اللي راح يكشف هذه الجرائم؟ ومنو اللي راح يجي يفكك هذه السلاسل اللي هي حقيقة مرتبطة الواحدة بالأخرى، مثل ما شفنا بالبصرة؟ يعني مسكوا على أساس هذه عصابة الخطف، ومسكوا على أساس كذا، وتهربوا وراحوا، لأن هذول ماسكتهم أحزاب، والأحزاب عندها محابات الأحزاب. وحقيقة دور الجهة التنفيذية فاقد كذلك للشرعية، نعم. لأن الأحزاب هي من تسيطر على الجهة التنفيذية والقضائية. نعم. لماذا تتمسك تلك الميليشيات والأطراف بسياسة اغتيال الناشطين؟ نعم أستاذ، حقيقة هذا الصوت الحر، الصوت الوطني بالنسبة لهم يجب أن يسكت. والناشطين لديهم مقولة وتطبيق أن الوطن فوق العقيدة، والميليشيات والأحزاب الولائية حقيقة اللي يعني أنا أسميهم أتباع الدين الجديد، عندهم منطق العقيدة فوق الوطن. فهنا صار اختلاف، لابد أن يسكتوا الناشطين وكل الصحفيين وكل المتظاهرين الذين ينادون بالوطن أولا ثم بالعقيدة على عكس ما هم ينادون. فهذا بالنسبة لهم طبعا شيء طبيعي، لكن بالنسبة للوطنيين والأحرار، الوطن هو أول شيء، الوطن هو من تسكب عليه الدماء ومن تريق عليه الدماء. هذا موضوع آخر. الناشطين والمتظاهرين وكل الذين تم غدرهم واغتيالهم كانوا ينادون بالحرية، بالاستقلال القضاء، باستقلال كل الجهات، بالحقوق المدنية، بتوفير كافة الخدمات للشعب العراقي. لكن حقيقة لا أمل للطبقة السياسية الموجودة حاليا، أولا لأن انتمائهم ليس للعراق، ثانيا أنه كل همهم سرقة المال العام، ثالثا لو يقتل نصف الشعب العراقي بس هم يبقون بجلتهم بالسلطة بسياراتهم بحماياتهم، هم سيوافقون على قتل 20 مليون عراقي. نعم. سيد سامر، إلى أي مدى ترى أن اغتيال الناشطين الذين يحاولون التغيير عبر العملية السياسية هي رسالة من شركاء العملية السياسية والميليشيات التابعة لها؟ نعم، هذه حقيقة، يعني أنا عندي كانت فيها دراسة، هذه أحزاب ناشطة ومضادة للأحزاب الموجودة حاليا، فهم يريدون يسكتون كل الأحزاب الناشطة والمتمثلة بالناشطين، وحتى وأن تم غدرهم. يعني حقيقة قلت لك أنه القانون مخفي، القانون لعبة بيد الأحزاب الحاكمة حتى يبقون في جلتهم. فهذه الأحزاب اللي موجودة هي أنه أنت ما تريد تعمل أحزاب رديفة لها أو مضادة أو ضاغطة بالنسبة، أو تكون ورقة ضاغطة ورابحة بيد الشعب العراقي. يعني تصور مثلا أنت فريق أول ركن، يعني شيء بشيء يذكر، فريق أول ركن عنده 4 مليار دولار من إحدى القصور، وهو متولي قيادة، يعني قيادة كبيرة في وزارة الدفاع. القضاء ماكو أستاذ، عندك الصقلاوية مغيبين والقرمة وجسر بزيبز، يعني المسؤول على هذا الموضوع يترقى من
مسؤول صغير في الجيش الى نائب نعم. قائد عام كبير. طيب كبير. من ناحيه اخرى استاذ سامر، كيف يمكن فهم دعوه الحكومه للمصالحه الوطنيه وهي تنفذ عبر الميليشيات التي تعطيها الغطاء السياسي عمليات اغتيال الناشطين؟ يعني صلح مع الشعب العراقي استاذ؟ العفو ما فهمت السؤال. سألتك كيف تدعو الحكومة إلى مصالحة وطنية في الوقت الذي تعطي فيه الإشارة للميليشيات بسياسة الاغتيال من خلال الغطاء الذي توفره للميليشيات وعدم الملاحقة؟ نعم، هذا حقيقة المصالحة، هم يعني أنه مصالحة على المحاصصة والمغانمة، وإلا ماكو مصالحة بالنسبة تخص الشعب العراقي واسترجاع كل حقوقه. مصالحة على مثل ما هم يسمون ترميم البيت الشيعي، أو مصالحة أن يدخلون بقائمة كبيرة ويأخذون على أساس نص البرلمان. طيب ما أنت مصالحة مع من؟ مصالحة مع القتلة؟ مع من قتلوا الشعب العراقي؟ مع من قتلوا المتظاهرين؟ مع من سرقوا الشعب العراقي؟ مع من المشاريع الوهمية؟ مع المصالحة مع ذوي الأجندات الخارجية؟ طيب أنت ليش ما تصالح مع الشعب العراقي اللي هو نفس الوقت؟ نعم، الشعب العراقي ناقم بوجودكم بالسلطة، الشعب العراقي رافض وجودكم بالسلطة، لأن كل المقومات اللي توفر وتقوم دولة فقدناها حقيقة، الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري فقدها الشعب العراقي، انتهى الموضوع. من أنقرة الناشط السياسي العراقي السيد سامر الساعدي، شكرا جزيلا لك.